شريك احل انت بعدها الله يلا ايش كانت عليك والله شنو الزوخ في نفسي مين يبكي إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، مساء الخير اليوم لكم ولجميع المتابعين لأن سبع من داخل الأرض وطلع خارج الوطن. فكما كيعرف الجميع متابعينا الكرام في مدينة تطوان من بين المدن الشهيرة اللي معروفة، وطبعا هي من المدن القديمة خصوصا أن يعني مدرسة كبيرة يعني من أقدم جوطية كانت يعني في المغرب وبدات أول فيها يعني جوطية، ولكن يعني اللي تسمع فيها هي البال والملابس القديمة. طبعا يعني ما كيكونوش يعني شي ملابس اللي هي غير صالحة اللبس، ولكن كيكونوا يعني ماركات عالميين يعني كنلقاو يعني في تيشيرتات في كاسابورات يعني بزاف ديال الناس عزيز عليهم انهم يجيو يشوفوا البال متابعين الكرام ويشريو الملابس ديال البال، لان كما قلت يعني فكي كنصدقوا احسن الحوايج اللي كيتلاقوا دابا، لان كتلقى فيهم يعني ماركات عالميين وماركات معروفين والحوايج ديالهم كيصبروا. هادشي اللي كيخلي متابعين الكرام انه يكون واحد الاقبال كبير على البال والملابس ديال البال خصوصا هنا في الشمال. وبما ان مؤخرا يعني رجعنا للمواضيع ديال البال متابعين الكرام، فغنقول معكم يعني بجوله هنا في الملابس اللي كنلقاوها يعني كامله جديده في المحلات ديال مدينه تطوان اللي معروفه متابعين الكرام يعني بزاف ديال الناس كما قلت فكيجيو انهم كيفضلوا انهم يجيو يشريو هاد الملابس هذه. طبعا الا جينا نتجولوا ف هاتي هنا كتشوف الراف لاورين، غلقوا زارا، غلقوا بولاند بير، غلقوا يعني غير الماركات اللي هما يعني واعرين يعني في القمايج اللي ما غتلقاهمش يعني في السوق كيتباعوا. طبعا هادشي كامل هادو كيتباعوا راهم سبرينغ فيليد، هاي الماركات اللي كما كنقول يعني الملابس كنلقاهم كاملين الماركات يعني غير الماركات. لو تفسروا المتابعين الكرام يعني كنلقاو يعني السكر ديال صراول تروزي هما اللي جينا نشوفو يعني صراول تروزي يعني الاصل هادو صراول اللي هما دوريجين ماشي اللي كيتعدلو يعني هنايا في كاس، هادو كاملين يعني كتلقاهم يعني صراول دوريجين. وبزاف ديال الناس يعني من بين انا بيدي بعض المرات كنبغي نشري صراول يعني كنجي نشري صراول تروزي، فغنجي للبال غنشوف يعني شي بياسه باقا جديده ديال الصراول فغنشريها. فانتوما كتشوفو هاد التروزي كامل اصلي، هادشي يعني اللي كيتباع حاليا يعني كتلقاه جوج التصبينات كيكشاف لك ولا كيمشي. فكتلقى يعني الصروال تو دابا هذا شحال ملبوس وتلبس عند مولاه. هانتوما كتشوفوا هذا أرماني، هذا أرماني، هذا ميلتين بوت. فكتلقى يعني الماركت وكتلقى يعني حتى الثمن يعني كيكون يعني الثمن مناسب من حيث يعني لا الثمن ولا هانتوما كتشوفوها كما كنتحدثوا فهو بولاند بير فيه غتلقى هذا اصلا الطابع دوريجين بولاند بير. هانتوما سبير دينيم كلهم يعني صراول غير ديال الماركات بولاند بير بولاند بير. فعلاش نايضة هاد روينة كاملة على البال متابعينا الكرام؟ كما كنقولو فالبال يعني كيجيو فيه يعني الماركات وكيجيو فيه يعني الملابس لي ديال الماركات اللي هما يعني عالميين معروفين يعني بحال يعني بزاف ديال الماركات اللي كنا كنقولوا. طبعا يعني انتما كتشوفوا هادشي في البلا تلقى يعني كتلقى الحوايج تلبسوا وتصبنوا وفاش غادي تشريهم كتلقاهم يعني مازال جديد. يعني دابا هادو شحال من لبسه يعني تباعوا عند مولاهم وكتجي تشوفهم كتلقاهم يعني مازال جديدين وكتلقى غير الجديد داخل الماركات هادو كاين فوق ما يجي ما يمكنش يدور وما تجبرش ماشي شي ماركه كما قلت احنا الناس ديال الشمال معروفين اننا كنجيو كنفتو على الحاجه اللي هي كتكون كاليتي واخا كنكون انها مستعمله ولا سبق لها استعملت، لان كنعرفوا حاليا يعني في التصبين ففي الماكينه ديال التصبين فاش كتصب الحاجه خصوصا يعني الملابس الجديده ف كتصبنا تصبينه واحده فكتلقاها صافي مشات. دابا هذا راه ملبوس تلبس وتصبن فباقي التوب ديالو بكاليتي ديالو
كتلقاني الثمن مناسب، فكتلقى السروال اللي داير يعني 200 درهم 250 درهم كتلقاه يعني ب 70 درهم 80 درهم، وكما كتشوفوا يعني كنقول لكم غير ماركت دوكرز 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 السروال ديال الرجال اللي معروف السروال ديال الثوب ماركت اللي هي ماركت اصيله قايج غير هما، فالناس الثلاثه يعني الناس ديال الشمال كانوا معروفين البال وكانت معروفه هنايا الجوتيه ديال البال، وحتى التواكت يعني كما كتشوفوها انتو شمن ماركة غتلبس كتلبس دوريج هنايا الاديداس هاد الماركة اللي غتلبس دوريج ارمانيجز شي كلشي اوريجينال يعني ما تلقاش يعني شي ماركة اللي هي انتما كتشوف طومي اديداس دوريجين هاي اوريجينال تشوف الجاكيت دابا كتلقى هادو ملبوسين واستعملوا ولكن بقى الجوده فيهم وبقى يعني الماركه ديالهم وصراحه الكاليتي انتما كتشوفوا بغيتي على اللي بغيتي هنا في تيتوك وصراحه يعني علاش بزاف ديال الناس كيقولوا علاش تيتوان يعني عزيز لان كما قلت يعني كتلقى الحاجه بثمن مناسب وماركه وباقي فيها يعني تصب اللبسه جوج المرات ثلاثه ولا مشيت تشريها يعني من الخزينين اللي كتباعوا دابا بثمن غالي كتشري الحاجه ب 200 درهم 180 درهم فكتصب نوج تبينات كترخى تصب كيف شل كتكشف عليك وكتلقاها يعني صافي خصك تبدل يعني ما كتبقاش تلبسها مرات مستعمله العكس يعني هاد الحوايج ديال البال المتابعين الكرام يعني تما كتشوف عليك كيكون عليهم واحد الاقبال وكيكونوا يعني الماركت وكيكون عليهم الطلب رغم ان يعني مشاكل كثيره رجع كيعاني منها هاد الناس تما كتشوف تنظر حتى هما الاديداس دوري كيما قلت مؤخرا يعني مشاكل كثيره كيعانيو منها الناس كيعانيو منها الصحاب اللي كيبيعوا البال لان بحكم السيطره اللي وقعه بعد المعامل اللي هي تاسست خاصه بهذا البال كيجمعوا البال كامل وكيسردوه كيعاودوا الانتاج ديالو فرجعوا كيلقاو صعوبه باش انهم كتوصل لهم السلعه ولا كيوصل لهم يعني ديك السلعه الاولى اللي كتجي كاليتي فكنت كتلقى يعني غاسه كبيره يعني الدبزه والناس يعني الروينه نايضه وطبعا معروفه علاش نايضه نايضه على حسب الحاجه اللي كتكون هي كاليتي والحاجه اللي هي ماركه ودلبسه ودعاود دلبسه وتصمنوا ودعاود دلبسه وما كيبقى على والو هادشي انتما كتشوفوا متابعين الكرام يعني انتما كتشوفوا الانواع مختلفه والاشكال المختلفه اللي بغيتي صراه هو الشرطيس قبايج البوديات تناظر اي حاجه بغيتيها غتلقاها موجوده في البال متابعينا الكرام وكيكون عليها واحد الاقبال كبير وطبعا يعني غتلبس غتلبس الماركه اذا هذا هو موضوعنا اليوم متابعينا الكرام وبالنسبه للاثمنه فالاثمنه انا قلت لكم يعني غتجي دي بياسه ب 50 درهم 30 درهم 20 درهم غتاخذ بياسه يعني على حسب لان هذه هي المحله ديال تيتون كما قلنا يعني كما كتشوفوا يعني معروفه الغساله كبيره احنا في غساله كبيره معروفه بجميع الانواع ديال البال المتابعين الكرام كيكون اقبال على كلشي بغيتي حتى اللبسه ديال العسكر اللبسه ديال البحر اللبسه السيكان الحوايج كاسادوره ديال العسكر كلشي موجود هنا متابعين الكرام اذا هذه هي الامور اللي كنهضروا عليها وكنتحدثوا عليها فاللي بغى شي حاجه يجي لغرسه كبيره ويقلب ويلقى الحاجه اللي بغاها والحاجه كاليتي ممكن نحييكم على المتابعه ودمتم في رعايه الله وحفظه ان شاء الله نتلاقى في تقديم البشير والبشير تلقى نتكون قناه شقه.